يسأل أخونا سؤال آخر فيقول: هل يجوز صيام رمضان بالخبر دائما لأهل بلد من بلد آخر، حيث أنهم لا يرون الهلال إلا في اليوم الثاني بالنسبة للبلد المجاور لهم؟ وجهونا حول هذه القضية جزاكم الله خيرا. يقول صلى الله عليه وسلم: نعم. صوموا لرؤيته عن الهلال نعم. وافطروا لرؤيته، فإنه غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فأوجب صلى الله عليه وسلم الصيام بأحد أمرين، إما برؤية الهلال وإما بإكمال عدة شعبان 30 يوما. والرؤية يكفي فيها شخص واحد من المسلمين، إذا رآه شخص واحد من المسلمين وأثبت ذلك عند القاضي فإنه يجب الصيام برؤيته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أعرابي فأخبره أنه رأى الهلال، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام. وكذلك ابن عمر رضي الله عنه أخبر أنه رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فصام وأمر الناس بالصيام. فإذا ثبت عند الجهة الشرعية مختصة ثبوت الهلال، ثبوت رؤية الهلال لشخص واحد فأكثر، فإنه يجب على المسلمين كلهم الصوم في البلد وفي سائر الإقليم الذي لا تختلف فيه المطالع. الإقليم المتقارب والبلدان المتقاربة التي هي في إقليم واحد لا تختلف فيها المطالع يجب عليهم جميعا أن يصوموا. وأما إذا اختلفت المطالع فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن لكل أهل إقليم رؤيتهم. قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بالمدينة لم يصم على رؤية أهل الشام، فدل على أن اختلاف المطالع يؤثر في بداية الصيام ونهايته، وأن لكل قوم رؤيتهم. أما إذا كانت المطالع لا تختلف بالنسبة للمنطقة أو الإقليم المتقاربة فإنه يجب على كل من بلغه رؤية الهلال رؤية شرعية أن يصوم.